بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم على بركة الله سوف نبدأ بسلسلة من المحاضرات بمقرر باء 341، اسم المقرر ميديكال بكتيرولوج، البكتيريا الطبية، الذي يدرس لطلبة مرحلة ثالثة بكلية العلوم. معكم المتحدث الدكتور محمد المازن. هذا الفصل أو هذا الكورس نأخذ مجموعة من المحاضرات حول يتعلق بالبكتيريا الطبية. نريد نفهم ما هي يعني what's the meaning of the medical bacteriology، شو نقصد بالبكتيريا الطبية، ما هي النورمال فلورا، ما هي البكتيريا الباثوجينيك، ما هي أنواعها، كيف ممكن نصنف كل بكتيريا، كيف ممكن نسبب المرض، كيف أنه diagnosis of this disease، كيف نشخص هذا المرض، تشخيص من خلال لابراتوري دياجنوسيس، كيف ممكن ايجاد التريتمنت فور ذيس ديزيز، هذا المرض العلاج، وما هي الابيديمولوجي وبائية هذا المرض، او ايضا وات از ذا بروتكشن اوف ذيس ديزيز، ما هي الوقاية من هذا المرض الى اخره. اذا ناخذ بهذا الكورس ان شاء الله عديد من الامراض البكتيرولوجيه التي تصيب الانسان، وناخذ بمعلومات لا باس بها كمستوى المرحله الثالثه. اليوم نبدا بمحاضره يسمى بالنورمال فلورا. النورمال فلورا معناها البكتيريا الطبيعيه المتواجده على جسم الإنسان أو في داخل الجسم الإنسان، نقصد به intestinal normal flora الموجودة في الأمعاء. أريد نعرف أنه normal flora، نأخذ definition تعاريف. النورمال فلورا are microorganisms that are frequently found in a particular site in healthy individual. إذا نقصد بالنورمال فلورا هي الأحياء المجهرية، المايكرو أورجانيزم، وين نجدهم؟ نجدها وين؟ in a particular site in healthy individual. إذا نلاحظها بأشخاص الأصحاء بأماكن محددة موجودة بأشخاص الأصحاء، عادة موجودة على السكن، وايضا بعض الاحيان موجوده على السكن، وايضا موجوده بالانتستينال بالقناه المعويه. راح ناخذ ان شاء الله بتفاصيل هذه البكتيريا الطبيعيه. اذا النورمال فلورا اكو نميز ما بين النورمال فلورا والباثوجينيك بكتيريا. الباثوجينيك بكتيريا هي البكتيريا اللي تسبب مرض الانسان. مثلا على سبيل المثال دخلت لنا بكتيريا تسبب لنا التنصلات، التهاب اللوزتين. السبب البكتيريا هي ستافيلوكوكس اوريوس. إذا هذه نعتبرها بكتيريا باثوجين، بكتيريا مرضية، بكتيريا مرضية. بينما النورمال فلورا مثلا البكتيريا موجودة على أجسامنا، على السكين، على الجلد، عادة موجودة مثل سافيلوكوكس إبيديرماتس أو سافيلوكوكس سافروفات. إذا هذه التو تايبس من البكتيريا شنو تعتبر؟ ار كونسيديرز از نورمال فلورا، تعتبر بكتيريا طبيعية. من اسم بكتيريا طبيعية يعني معناها متواجدة على جسم الإنسان. Okay, زين. Some are found in association. Some are found in association with humans, animals only. The majority are bacteria. عادة هذه اللحظة مرتبطة موجودة على الإنسان وعلى الحيوان، وعادة هذه النورمال فلورا تعتبر هي as bacteria. البكتيريا إنها تعتبر هي النورمال فلورا. Symbiotic relationship with the host. إذا كيف نلاحظ الـ relationship between normal flora and the host؟ يعني ما هي العلاقة؟ هل تعتبر أنه هذه مرضية أم متواجدة بصورة طبيعية على أو داخل الجسم؟ إذا متواجدة يكون على شكل symbiotic relationship، أي علاقة تعايشية موجودة مع الإنسان، ما سبب المرض، لكن أي حالة سبب المرض؟ حالة راح نعرفها بمحاضرة، نهاية المحاضرة، حالة الـ opportunistic باثوجين. يعني بعض الاحيان النورمال فلورا صحيح متواجد، لكن عندما يصير امبيرت ان الميون سيستم، ضعف بالجهاز المناعي، بالتالي راح تكون هاي فيرونس لها ضراوه عاليه، وبالتالي تسبب لنا المرض، وتعتبر اوبورتونستيك بهالحاله باثوجين، مو مرض انتهازي، انتهاز من ظرف او ضعف الجهاز المناعي للانسان. هذا عندنا حالتين، الحاله الثالثه يسمى بالباثوجين، باثوجين مختلف لا، هي لها من العديد. ها يعني الباثوجين بكتيريا هي البكتيريا اللي هاف فيروس فاكتور تحتها او عامل ضراوه، ولها القابليه شنو؟
that ability to cause of a disease لها القابل لإحداث المرض. لكن نورما فلورا متى ما أصبح impaired immune system بالتالي راح يصير عندنا المرض. subject to constant change altered by antimicrobial agent. عادة هذه النورمال فلورا تكون تحصل لها تغييرات يكون constant change تغييرات ثابتة. يعني عادة مثلا على سبيل المثال الإيكولا موجودة بالانتستين بالأمعاء عادة موجودة بالإنسان كل إنسان تحوي عليه النورمال فلورا وأيضا كثير من الحيوانات أيضا بالانتستين نورمال فلورا هي الإيكولا تكون هذه ثابتة. لكن بعض الأحيان نتيجة استخدام عندنا الكثير من الأنتي بايد كان موجود بالإنسان شو راح يتحول ممكن يصير تشينج إن إنزيماتيك ميتابوليزم تغيير بالفعالية الإنزيمية أو تشينج إن جينيتيك ميتابوليزم تغيير بالمادة الوراثية بالتالي يغير فعاليته مو وممكن انهم ان كانت مقاومه للانتيبايوتيك ممكن تصبح حساس العفو ممكن تكون حساسه ممكن تالي تصبح مقاومه للانتيبايوتيك. زين ما هي what are the types of normal flora اذا ما هي انواع النورمال فلورا. ها بعد ما عرفنا definition تعريف النورمال فلورا وبعض الملاحظات حول النورمال فلورا نعرف what are the types of normal flora ما هي. اولا يسمى بالcommensals وثانيا residents وtransient والcarrier state. أول واحدة معنى كومنسالز التعايشية. شو نقصد بالتعايشية؟ نقصد به natural relationship with host يعني normal flora that occur أو that play as relationship with the host كومنسالز أو natural relationship with host يعني تكون علاقة طبيعية أو علاقة تعايشية مع الإنسان أي معنى آخر that cannot occur of a disease ما تسبب لي مرض لكن لم تسبب مرض مثل ما ذكرت قبل قليل ما تكون opportunistic case. النوع الثاني يسمى بالresident. الresident معناها يختلف عن transient. الresident المتبقي transient معناه المتحرك مو الريزيدنت المتبقي او الثالث. اذا هذه النورمال فلورا كيف تكون وضعيتها؟ انه بريزنت فور ان فاريبل بيريد ها تبقى بفترات يكون تقريبا يعني غير متغيره تقريبا بتبقى بفترات ثابته على طول الجهة. مثلا عندنا كل الانسان او معظم البشر او مثل ما نقول او تقريبا all human شن تحتوي على سكين تحتوي على سبب الكوكس سبروها اذا تعتبرها resident. بينما الترانسيت المتنقلة establish itself briefly exclude تستبعد by host defense or competition from resident هي صح باقي هنا هذه نورمال فلورا على مثل على السكين لكن ممكن excluded تستبعد من خلال الهوست ديفنس تفاعل المضيف او خلال او ممكن الكومتنافس من خلال الريسيدنت يعني خلايا البكتيريا موجوده ريسيدنت على السكين وموجود عندنا بكتيريا اخرى هذا ممكن الريسيدنت تستبعد هذا او الهوست ديفنس بالتالي يقضي على هذا البكتيريا قضى عليها وتبقى بفترة مؤقتة يسمونها بالترانسينت. إذا الترانسينت هي النورمال فلورا تبقى بفترة مؤقتة عكس ما الريزيدنت تبقى بفترة قليلة ثابتة. الحالة الثالثة والحالة الرابعة والنوع الرابع من النورمال فلورا يسمى بالكيرير سيت. كيرير سيت الحامل. شنو نقصد بالحامل؟ إذا بوتنشيالي باثوجين يعني نقصد به الحامل إنه يكون البكتيريا النورمال فلورا تكون باثوجينيك مرضية بوتنشيالي يعني تكون ممرض فعال من اسمه كيرير انه يعني النورمال فلورا موجوده مثلا على سبيل المثال بعض النورمال فلورا موجود بالنوز بالانف هذه تكون ايضا نورمال فلورا وتكون كيرير سيت يكون باثوجين هذا ممرض وهذا الممرض ممكن ينقل من شخص الى شخص اخر وهذا الشخص يكون حامل هذه البكتيريا لكن شنو لا تظهر عليه سيمتومز لا تظهر عليه الاعراض اذا هذا يسموه بالباثوجينيك بوتنشال باثوجين. فور اكزامبل ما هي البكتيريا اللي تحمل هذه الكاركترستيك كاريستين مثل لاحظ سيدوكوكس نيمونيا والنيسيريا مننجايتيس موجود ان ثروت اوف هيلثي انديفيدجوال نلاحظ بالاشخاص مع اصحاء موجودين لكن حاملين هذه البكتيريا المرضيه لكن هم ما جاء تظهر عليهم الاعراض متى تظهر على الاعراض عندما يضعف جهازهم المناعه اذا ها تعتبر ايضا نوع من النورمال
فلورا. هذا هو موجود هسه ستريبتوكوكس نيمونيا ونايسيريا مننجيتس موجب بالثروت بالحنجره اوكي، او يسمونه بالحلق الانسان هيلثي انديفيدجوال الاشخاص الاصحاء. اذا هذه هي الانواع النورمال فلورا. زين ننتقل الى اصل اوريجين اوف نورمال فلورا، اصلها يعني من اين اتت، وات ذا سورس اوف ذا نورمال فلورا، ما هو المصدر، منين حصلنا عليه. نلاحظ بالنيوبورن سترايل ان يوترو، عاده النيوبورن طفل او حديث الولاده او طفل بالجيني، يعني جيني عندما تكون باليوتراس او يور ماذر برحم الام، شيء تكون عاده يكون سترايل، يكون معقم. لعد مين اجانا جتي هاي النورمال فلورا. اذا افتر بيرث اكسبوت تو فلورا اوف ماذرز جينيتال تراكس سكن ريسبيرتوري تراكت اوف ذا اوف ذوز هاندلينج هيم اند اورجانيزم ان ذا انفايرمنت. اذا افتر بيرث بعد ولاده مباشره بعد ساعات قليله راح نلاحظ تظهر على هذا النيو بورن هو ال 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 النورمال فلورا. تظهر منين؟ من المذرز جنتل تراكت مقالات الناسليه الام، او تظهر من العاملين معها بالردات المستشفى، من السكين موجود على جلدهم مع الاستام المستشفى، السكين موجود على سيرويتري تراكت فلورا باجمع، ايضا من البكتيريا موجوده بالانفيرم بالبيئه سواء كان مستشفى او كان ولادته بالبيت. اذا هذا هو يعتبر السورس او اورجن of normal flora. إذا عرفنا هذا الأصل للنورمال فلورا. زين. نعرف أنه موضوع آخر، أنه beneficial effect of normal flora. ما هي التأثيرات المفيدة للنورمال فلورا؟ هل النورمال فلورا أنه خلقت عبثا؟ يعني خلقت ضار للإنسان خلق الله؟ لا، ما معقولة. إذا لها فوائد. ما هي الفوائد؟ أولا immunostimulation antibody development. لها ثلاثة فوائد. الفائدة الأولى أنه تحفز الجهاز المناعي، بالتالي تحفز الانتبادي. يعني مثلا وجود الإيكولاي بالنورمال فلور بالانتستين بالأمعاء، هذه الإيكولاي شنو؟ سلالة تحفز الجهاز المناعي على منع تكوين الانتبادي. يعني فائدة جدا كبيرة، فائدة مناعية. ثانيا اكسكلوجينري افكت. اكسكلوجينري افكت تاثير اقصائي. شنو اقصائي؟ يعني يسمونه بالفاكوم افكت، تاثير مضخم. اند بروتكشن فروم اكسترنال انفيدر. يعني شنو اكسكلوجينري افكت تاثير اقصائي؟ يعني الكائنات اللي تدخل المرضيه بداخل معاه، بالتالي هاي الفلورا شنو؟ راح تقصيها، تنافسها وتقضي عليها من مثلا من السكندير ميتابوليزم تنتجه، او تنافس على المواد على الغذاء الى اخره، تقضي عليها. هذه يعتبر من اكسلريشنري افكت تاثير اقصائي. الفائده الثالثه انه 3 برودكشن اوف اسينشال نيوترينت، لا قابليه الى انتاج مغذيات اساسيه للجسم، انتاج فيتامينات اساسيه للجسم. عاده نلاحظ بالايكولا موجوده بالنورمال انتستينال فلورا. ما هي الانتيبايتك مثل عفوا الفيتامينات؟ تنتج فيتامين الكي والبي، ها ضروري للهوس. اذا لها فائدة للجسم. زين. Other factor، لا ان موجودة عندنا عوامل اخرى regarding normal flora، عوامل اخرى لها علاقة بالنورمال فلورا. ما هي؟ نعرف انه ما هي العلاقات او ما هي العوامل اللي ممكن تأثر على النورمال فلورا على الجسم. Maybe source of opportunistic infection، صح هي لها فوائد، لكن بعض الاحيان مثل ما ذكرت قبل قليل تعتبر opportunistic infection او opportunistic pathogen، مرض انتهاز. انتهاز متى ما اي شيء، متى ما صار بيرت ان immune system، ضعف جهاز المناعة الانسان، بالتالي ممكن هذا راح تبرز وسبب لنا اصابه. In patient with impaired defense mechanism، يعني دفاعات ميكانيكية للدفاع الجسم يصير عنده impaired ضعف. مثل على سبيل المثال سافيلوكوكس ابيديرماتيس والايكولا. ايكولا موجودة بالانتستين واستاف موجودة بالابيديرماتيس موجودة على السكن. متى ما حدث جرح عميق او حرق، هذه تعتبر opportunistic موجع الجلد، وبالتالي يسبب لنا اصابات خطرة. اذا هذه تعتبر ايضا من اضرار الايكولا او العفو اضرار النورمال فلورا. ثانيا some may cross react with normal tissue component. اذا بعضها
من نورمال فلورا شو السبب؟ مايكروس ريكت يصير ممكن تفاعل يعني ضدي او تفاعل عكسي او تفاعل بالخطا ياتي وذ نورمال تيشو كومبوننت. يعني هذه النورمال فلورا انه راح تسبب انه كروس ريكت يفاعل خطا مع النورمال تيشو كومبوننت مع مكونات انسجه، اذا صار هذه بالتالي راح ياثر على الجسم. على سبيل المثال الانتيبودي تو فاريس الاي بي او جروب ارايز، هذه اجسام مضاده ضد مجموعه الاي بي او جروب، ضد مجموعه الفصائل الدم راح نلاحظها ترتفع. شنو السبب؟ because of cross react between intestinal flora and the antigen of A and B blood substance. بسبب انه راح يحصل cross react يعني تفاعل هذا المناع يكون خطا ما بين الانتستينال ما بين الفلورا موجوده بالامعاء ومع الانتيجينات الاي بي بلاد سبسين مع هذا الانتيجين. اذا نتيجه تشابه الانتيجينات الموجوده الاي بي او مع الانتيجينات الموجوده انتسين هذا بدل ما يكون لديه تفاعل اذا مع اذا راح يصير بالتالي راح يكون تفاعل خطا ما بين هذه وهذه. زين بعد انه برودكش انتاج كارسينوجين اغرار اخرى تنتج هنا الكارسينوجين يعتبر كارسينوجينيك ماتيريال. اذا هذا تعتبر من نوع من الديس ادفانتج للنورمال الفلورا. كيف انه انتاج هذه المواد المسرطنة؟ اولا العفو ثالثا يعني الملاحظة الثالثة انه some normal flora may modify بعض النورمال فلورا ممكن تتحور من خلال their enzymes chemically in our diet into carcinogens. اذا بعض النورمال فلورا عادة الموجودة بالامعاء انه ممكن تتحور نتيجة الذير انزيم كيميكلي ان اور دايت نتيجة المواد الغذائية اللي جاي تناولهم مو، وبالتالي هذه راح تعتبر الى تعتبر كارسينوجينيك ماتيريال تتحول الى مادة سرطانية. على سبيل المثال انه الارتفيشال سويتنرز هاي عندنا نقصد بها يعني المحليات الصناعية may be enzymatically modified into bladder carcinogens. إذا هاي المحليات كثرة استخدام المحليات الصناعية بالتالي راح تحور هذا النظام الإنزيمي للبكتيريا والجسم وبالتالي تنتج يكون bladder carcinogen مواد مسرطنة للمعدة ويسمونها bladder cancer سرطان المعدة. إذا هاي تأثيرات تكون ضارة بالتالي للنورمال الفلورا. اذا بعد ما عرفنا المصدر مالته واهميه النورمال فلورا والديس ادفانتج اوف نورمال فلورا ننتقل لموضوع اخر هو وات ار ذا ديستريبيوشن اوف نورمال فلورا، ما هو توزيع النورمال فلورا يعني كيف تتوزع اليمن على الجسم. راح نلاحظ انه موجود عندنا في مناطق مختلفه واعضاء مختلفه على الجسم. انترنال قبل ان ندخل بتوزيع يجب ان نفهم عندنا نوت مهمه وهي internal organs الاعضاء الداخليه except elementary tract are central at health. يعني بالهيلث individual بالناس الخاص الاصحاء عاده internal organs الاعضاء الداخليه شنو تكون؟ يكون are central معقده معقم العفو ما عدا elementary tract القناه الهضميه او الجاستر انتستينال تراكت يكون شيء تحتوي على النورمال فلورا عادة إيكولا. راح نلاحظها بالسلايد بعده شنو انواع ما هي انواع البكتيريا اللي تحتوي عليه سواء إيكولا او بكتيريا الباث الانأروبيك بكتيريا مثلا البكتيرويز والى اخره. اذا سترينتي مينتينز سترينتي مينتينز بعد كيف تحافظ اذا هذه الاعضاء على من على حفاظ على من الحفاظ هذه الاعضاء على المحيط يكون سترايل كونديشن او سترايل انفايرمنت بيئه معقمه من خلال اللوكال ديفنس ميكانيزم خلال ميكانيكيه الدفاع المحليه من خلال كيميكال سيمبلسنس مواد كيميائيه سيرم تيشو اكزامبل فور اكزامبل كومبلمنت وانتي بوديز. اذا كيف تحافظ هذه الاعضاء من دخول النورمال فلور عليها من خلال ميكانيكيه اولا لوكال ديفنس ميكانيزم
ميكانيكا الدفاع المحلي، يعني نقصد موجود عندنا هذا الهير موجود بالنوز ميكانيكا الدفاع المحليه، عندنا السبيوتم البلغام، عندنا السلايفه مثل السبيوتم السلايفه يحتوي على اللايسوزايم، الدموع يحتوي على اللايسوزايم تقضي بالذات على البيبتيدو جلايكانيارز جرام بوزين. اذا هذه كل ايضا الغدد العرقي اللي راح تفرز، اذا كلها تعتبر في اللوكال ديفينس ميكانيزم. ايضا الدفاع الثاني انه موجود بالسيرم والتشيو موجود الانتي بودي، عندنا الكومبلمنت ايضا وسيله دفاعيه قضاء على النورمال فلورا. ايضا عندنا فد وسيله ثالثه ايضا مهمه هو وجود الفاكوسايتك اكتيفيتي اوف بولي مورفو نيوكليوسايتس البي ام ان، بي معناها بولي ومورفو اشكال متعدده مورفو نيوكليوسايت، اذا خلايا كريات الدم البيضاء متعدد اشكال لها فائده فاكوسايتك اكتيفيتي فائده او وظيفه فعاليه وظيفه بلعميه، بمعنى تقتل الكائن اللي يدخل داخل الجسم من خلال يعني انبعاجات الاقدام الها وبالتالي تهضم هذه الاجسام الغريبه او البكتيريا الداخله. اذا هاي وسائل اللي تحافظ على من عدم سترالتي اوف انترنال اورجانز الاعضاء الداخلي. زين هل معناها اذا بهذا الحال اذا حافظ ما موجود؟ لا عنده موجود نورمال فلورا باعضاء عندنا محدده هسه راح نعرفها. زين هاي الاعضاء وين ممكن نحافظ؟ مثلا الدم على سبيل المثال الدم والتيشو كله يكون سترال، كل اعضاء مثل القلب الهارت الليفر البون مارو كل اعضاء الجسم تكون سترال، راح نلاحظ فقط موجود بالسكن وعندنا بجهاز الدايجستيف سيستم هو هذا يحتوي عليه. اوكي وعندنا مثل بالنوز موجود وعندنا بالاي او المحيط اللي يحيط حول العين. هسه راح نعرف على او الجفن. زين ما هي الاريز مساحات اوف ذا بودي وذ نورمال فلورا؟ ما هي اذا المناطق اللي ممكن نلاحظها موجوده النورمال فلورا؟ راح نلاحظ موجود بالجي اي او المرقين بسكن، وثاني جي اي تي الجاسترو انتستينال تراكت قناه المعويه المعديه جاسترو انتستينال تراكت، هي اذا ما موجود بالماوث واللارج كولون، من الماوث راح تخلين باللارج كولون وعندنا سمول كولون، لكن سمول كولون يكون اقل حده واكثر موجود لارج كولون، وايضا موجود عندنا باليوروجنتال تراكت قناه التناسيه ابويه موجوده اذا بالفيجاينا، وايضا تقريبا الديستنس تقريبا ثلث من اليوريثرا. اذا هذه الاماكن المتواجده، ناخذ القناه الاولى هو الجي اي تي. هذا راح نلاحظ شباب شوي خليني اكبر الرسم. شوف هذا الجي اي تي اذا موجود عندنا هنا ديستريبيوشن انتي فريكونسي انتي فريكونسي اوف بكتيريا ان ذا انتستين، اذا توزيعها وتكرار هذه البكتيريا بالامعاء. نلاحظ هنا موجود عندنا هذا الاعضاء اجزاء من يعني القناه الهضميه اللي تبدا اللي موجود بها البكتيريا، وهنا فريكونسي عفوا تكرار الاوكيرنس المدى هذه البكتيريا موجود بوبوليشن، اي ما هي انواع البكتيريا موجوده عندنا بالايسوفاجاس والستومك. بالستومك هو الايسوفاجاس موجود عندنا اللاكتوباسيلا، وعندنا هذا مع موجود سمول باول سمول انتستين يسمونه واللارج باول. هذا سمول باول مثل دودينام وجيجينام والإليام، إليام هو يربط ما بين لارج إليام البول وسمول بول. نلاحظ موجود اللاكتوباسيلاس وستريبتوكوكاس والإنتيرو بكتيريا والباكترويز اس بي بي، هاي تعتبر بكتيريا الباثوجيني او العفو النورمال فلورا ان ايروبيك بكتيريا بكتيريا اللاهوائيه. اذا نلاحظ هنا بالإسوفاجاس والسمك موجود اللاكتوباسيلاس موجوده هذه البكتيريا. ايضا هنا باللارج نلاحظ هنا بكتيريا عديده بكتيرويز ويوزا بكتيريا والانتروبكتر فيكالس والايكولاي وانتروبكتر وكليبسيلا اس بي بي والايوبكتيريا والبيديوم بيفي دو بكتيريا وستربتوكوكا وسيدوموناس وسالمونا ولاكتوباسل وساف اوريوس وكلوس. اذا اللارج باول انواع عديده هنا. وبالفيكال ماتريال ماده البرازيل لاحظ موجوده الكوليفورم بكتيريا، هذا شيء موجوده الكوليفورم والانتروبكتر فيكالس، صح موجود هذه الانواع
لا لكن هذا يكون صح موجود بكتيرويدس اس بي بي، عندنا هذه الانواع يكون بارزه بالفيكا. اذا هذه البكتيريا اللاحظه الموجوده بهذه المناطق. شوف الرسم عيدوا شباب. اذا اوكي زين الرسم اللي بعده نلاحظ انه ديستريبيوشن اوف انتستينال فلورا. هاي الفلورا شلون كيف يكون هنا توزيعها صح فريكوينت، يعني هاي الكائنات وايش كون يكون كونستريشن بير جرام، كل جرام ايش قد. هاي ليس للحفظ شباب، انما هذا الرسم تحفظون الشباب البكتيريا الموجوده، لكن هذا يكون ليس للحفظ مجرد لاطلاع، ايش قد يكون تركيزه اكبر منها من 10 و 6 لحد البكتيريا الاوبليجيت الانيروبيك ستريبتوكوكاس وستاف انه يصير اكثر من 10 و6 واللاكتوبوسلس يكون اقل من 10 و4 والايروبيك البكتيرويز وكوليفورم والايكولاي 10 و6 و9 و11 الى اخره. هذه للاطلاع وليس للحبوب. اوكي؟ بعد ما عرفنا انه هذه البكتيريا موجود بالانتستينال جي اي تي ننتقل المن الى النورمال فلورا اوف ذا ريسبيرتوري تراكت، القناه التنفسيه اللي يحوي عليها البكتيريا. شنو راح نلاحظ؟ الابر ريسبيرتوري تراكت كولونايز باي فلورا از ان ماوث ونيزل براكس، عاده موجوده بالنورمال فلورا بالريسبيرتوري تراكت موجود بالابر ريسبيرتوري تراكت بالقناه التنفسيه العليا، نصيب هنا موجود بالنوز من الانف ويدخل المن حتى اللي القناة بالأنف وتوصل باللارينكس الحنجرة وتوصل يعني العفو من النوز من أنف للفارينكس بالعموم العام، وعندنا اللارينكس الحنجرة للحد الحنجرة يسمى الأبر ريسبيرتوري تراكت قناة التنفس العليا. السبلة منين تبدي؟ من اللارينكس من الحنجرة وتنزل بالتريكيا والقصبات والتراكيولز والقصيبات واللانج تو لوبز اوف لانج فصين من او من رئتين، وهذا داخل الرئتين موجوده الحويصلات الهوائيه الى اخره. اذا قناه تسموها اللور ريسبيرتوري تراكت. اذا الابر ريسبيرتوري تراكت يكون موجود على الفلور بالماوث بالنيزو بارنكس، لكن اللور ريسبيرتوري تراكت هل موجوده تحت على قناه نورمال؟ نو. اذا الستيرايل عاده النورمال ما موجود باللور، موجوده بالابر سبايترا. اذا ما هي البكتيريا موجوده بالابر؟ موجوده سافيلوكوكس بيديرمديس وسافيلوكوكس اوريوس والكوراني بكتيريوم وانواع وسلالات من الكوراني بكتيريوم. زين ما هي نعم خلصنا الاورفو فالينكس فلورا. ما هي البكتيريا النورمال فلورا موجود بهذه القناه يعني البلعوم ما بين داخل يعني البلعوم الفموي. موجود عندنا اكثر شيء بكتيريا فيريدينس ستريبتوكوكاي. فيريدينس ستريبتوكوكاي هاي البكتيريا الكومن شاع موجوده. ايضا موجوده كومسالز النايسيريا. النايسيريا التعايشيه. اذا هذه اللاحظه. كوران البكتيريا بس تختلف من كوران البكتيريا الدفتريه، مو موجوده الدفتريه وسلالات من الكوران البكتيريا، اي موجوده ايضا موجوده بكتيرويز بكتيريا الانوربي والفيوز بكتيريوم، موجود هيموفيلس انفلونزا نيموكوكاس يعتبر ان بعضها يعني بوتنشال باثوجين اوبرتشنسك بالاحرى، لكن لس كمان اقل شيوعا موجود بهذا اقل شيوعا هو موجود الستريبتوكوكاس بايوجين والنايسيريا من الجاتيس. الجاسترو انتستينال تراكت شنو قلنا؟ الجاسترو انتستينال موجود عندنا والريسبيرتوري تراكت بالاور عرفنا بالاور موجود اللور ما موجود، وعندنا الجاسترو انتستينال صح تطرقنا له في سلايد قبل، لكن عندنا ملخص للكلام هذا حبينا نذكره ما هو اولا سلايفا كونتين 10 اس 8 بكتيريا برمن. سلايفا اللعاب يعتقد 10 اس 8 بكتيريا برمن. والجنجيفال مارجن ديبريس لاحظ حطام حافه هذه اللثه، والدنتال بلاك
تسوي الاسنان كونتينولي كولونايز بكتيريا. اذا الاسنان تتسوس مو راح نلاحظ لازم شباب قناه تنفسيه جاستروانتستينال فلور يعني قناه المعويه المعديه لاحظنا بالسلايف بالامعاء بالفم العفو موجود يحتوي على هذه البكتيريا نيرو فلورا بالجنجيفال مارجن مو باللثه وعند لاحظ اذا دنتال بلاك يعني تسوس اسنان هذا بسبب شلون يكون نيرو فلورا صارت ابرشنستك وبالتالي سويت هذه الاحداث وعندنا الملاحظه الثالثه انه الايزوفاغاس فلورا قارنه مع البارنجال فلورا بالعومي مع بالعوم الفموي الا فلورا هنا تكون متشابهه لاحظ ايضا الملاحظه الاخرى انه امتي ستومك سترايل ديو تو غاستريك اسيد هل المعده السمك تحتوي على نورف كلا شنو السبب موجود الغاستريك اسيد هذا الحامض المعدي هو يقتل هذه البكتيريا وبالتالي ما موجوده نلاحظ بالملاحظة ما بين small intestine و large intestine ذكرت قبل قليل انه small intestine اللي تشمل الديودينام والجيجينيوم هذا والإليوم تم صح تتعلم انه الفلورا لكن تكون scanty فلورا يعني بكتيريا تكون هزيلة بكتيريا قليلة واقل ضراوة عما هو عليه موجب اللارج انتستين اللارج انتستين موجود heavily colonized by bacteria تستعمل بصورة كبيرة واعداد كبيرة ويكون اخطر مما هو عليه موجود ب ال small intestine ايضا ملاحظات الاخرى لاحظها حول الفيسز البراز انه تقريبا ثلث من الفيسز weight is bacteria عادة ثلثة تقريبا وهذا فيسيز يحتوي على البكتيريا ومينلي دايد ليفينج بكتيريا اغلبها تكون تموت عندنا لكن البكتيريا الحية توقع تقريبا 10 جرام ومعظم هذه البكتيريا تكون الانيروبيك هنا ما نستطيع نكون نقول 99% هنا العبارة شوية ما لقيت مضبوطة نقدر نستطيع نذكر نقول ماست مص معظمها شنو تكون ار ان ايروبيك بكتيريا اذا معظمها تكون ان ايروبيك بكتيريا معظمها تكون بكتيريا لا هوائيه نعرف ان البكتيريا الهوائيه واللا هوائيه اذا هاي نقول ملاحظه مص معظمها ار ان ايروبيك بكتيريا ملاحظة الأخرى أنه الأنيروبيك environment maintained by aerobic bacteria utilize free oxygen كيف نلاحظ تواجد هذه البكتيريا الأنيروبيك بسبب أنه البكتيريا الهوائية الأنيروبيك بكتيريا راح utilize free oxygen تستخدم الأكسجين الحر بالتالي الأكسجين الحر ويقتل الأنيروبيك بالتالي تخلص من هذه البيئة من الأكسجين وبالتالي يشجع شنو growth of the anaerobic bacteria يشجع نمو البكتيريا الهوائية على سبيل المثال البكتيريا الهوائية اللي dominant anaerobic السائد هي بكتيرويز فراجيلس هذه السائد أما غيرها من البكتيريا الهوائية موجود عندهم البيدو باكت واللاكتوباسيلر والأقل شيوعا موجود هو الإيكولاي والبروتيوس أوكي بعد ما خلصنا جي اي تي وريسبيرتوري تراكت ننتقل من الى الجنتال تراكت فلورا ما هي البكتيريا الموجوده بالجنتال تراكت فلورا الفيميل جنتال تراكت هيفلي كولونايز عاده الفيميل جنتال تراكت تكون يعني تستعمر بكثره بهذه النورمال فلورا بسبب انه البيئه مالته يكون معرضه للبيئه يعني الجهاز الجنتال تراكت فيميل يكون معرض للبيئه وبالتالي البيئه الخارجيه وبالتالي على السكن الاخر ممكن يتعرض الى كثير من النورمال فلورا تقريبا 10 بالمن النورمال بجانب السكريشن هاي برازات لاحظ النورمال فلورا موجوده 10 بالمن ان بوث كلا السيلز يعني سواء الفيميل او الميل اللاعب عندنا صفه يوجد انه مايكوبكتيريا ما هي صفه انه بس انه مايكوبكتيريوم سميجماتيس بالاي اف بي بالاسيد فات باسيلا ان سيكريشن ويتش كونتينيتد يورين ليدز تو كونفيوجن مس دايجنوزيس اي بمعنى اخر راح يحصل عديد من هذا بالبوث سكس الميل والفيميل راح يحصل عندنا مس دايجنوسيس تشخيص خاطئ
لهذه البكتيريا نورمال فلورا بالافرازات هذه البكتيريا. شو السبب؟ اللي هو موجود المايكوبكتيريوم سميجماتيز هذا موجوده شنو تعتبر كاز كونتامينيت يورين، يعني تلوث اليورين. بالتالي هاي تلوث اليورين من ابحث عنهم تطلع لي هو يكون تداخل مع النورمال فلورا، هاي يصير مست لكنها بحالات فيري فيري جدا قليل. نلاحظ بالفيميل والميل باليوريثرا موجود هو البكتيريا ستافيلوكوكس ابيدرماتيس وكورال بكتيريوم والمايكوبلازم. اذا النورمال فلورا موجود بالجنتال تراكت فلورا بالفيميل والميل تقريبا مشابهه هي ستافيلوكوكس ابيدرماتيس وكورال بكتيريا والمايكوبلازم. اوكي؟ بالفيميل فولفا نلاحظ انه بالفيجاينا ما هي النورمال فلورا موجوده بالفيجاينا عاده اللاكتوباسيلس موجوده والبكتيريوز ميلانو جينيكاس والانتيروكوكاس فيكاليس وكوراين بكتيريوم والمايكرو بلازمو ييس عاده موجود ان الييس اكثر شيء شاع مثل واللاكتوباسيلس يكون شاع والبكتيريوز ميلامينو جينيكاس هذا دائما يكون شاع. بعد شباب شنو؟ خلصنا من الجي اي تي وخلصنا من الريسيرش اتراكت وخلصنا من الجنتال اتراكت. بعد اخر موضوع النورمال فلورا سكين، ما هي النورمال فلورا موجوده عليه السكين. اذا السكين هاز ريتش ريسيدنت بكتيريا، يحتوي على ريسيدنت عاده وليس النوع ذكر دائما حاضر قلنا الريزيدنت بكتيريا والنوع الثاني ترانسيت عاده موجود ريزيدنت الباقي هذه يكون غنيه يعني اعداد كل شوي انواع كل شوي تقريبا 10 4 بالسنتيمتر مربع. اكزيت از مايكرو كولونيز ان ارابيك اورجانيزم بريدومينيت ان ارياز وذ سبيشياس جلاند. نلاحظ بالسبيشياس جلاند بالغدد الدهنيه عاده موجود البكتيريا الانيروبيك هذه وموست الموست سكين اوفر كولونايز باي كولوريفورم. ايضا الرطوبه موجوده على الجلد ممكن تشجع الكولوريفورم اللي انواع على هذه الجلد. هاي ملاحظات موجود على نور فلور سكين. ما هي المين سكين فلورا الرئيسيه وعاده موجوده على السكين فلورا؟ ما هي اكثر شيء موجوده بروبي بنيوم بكتيريوم اكلي بروبيون بكتيريوم اكلي. اذا بروبيون بكتيريوم اكلي هاي مسبب حب الشباب بروبيوني بكتيريوم اكلي هاي مسبب حب الشباب اذا موجود عاده على السكين فلورا. واذا الانيروبيك كوكاي الهوائيه واستاف ابيدرماتيس موجود عندنا كل شوي وكوراني بكتيريوم. وايضا عندنا الاستاف اورياس لس كمن بوتنشال باثوجين. الاستاف اورياس قليل موجود هذا يعتبر من بوتنشال باثوجين وايضا موجود على الكوليفورم. لكن اكثر بكتيريا ملاحظ موجود هي البروبيوني بكتيريوم اكنس يحب الشباب والانيروبيك كوكاي واستاف ابيدرماتيس والكوراني بكتيريا هاي موجوده بكثره على الاسكن. هسه خلصت هنا المحاضره الاولى، ان شاء الله عندنا المحاضره الثانيه فيما يتعلق بموضوع الميكروبيال ميتابوليزم فعاليه الايضيه البكتيريا او بكتيريال ميتابوليزم. إن بالاحرى راح نتطرق لعموم الميتابوليزم، لا العفو راح نتطرق المحاضره الثانيه حول الباثوجينستي والبرينوس كيف نعرف انه هذه بكتيريا تكون مرضيه او غير مرضيه او ممكن انه البرينوس فاكتور مع عوامل الضراوه للبكتيريا المرضيه الانزيمات افرزها الانزيمات التوكسينات الى اخره كيف تحدث الباثوجين البكتيريا من هذا الموضوع راح نتطرق له المحاضره القادمه. واي استفسار ممكن تراسلوني شباب على هذه القناه او نهايه المحاضره وشكرا جزيلا لحسن الاصغر.